بيدات كديرين صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. جيتكم اليوم بفيديو جديد. الوغ لا اول مره تشوفي القناه ديال اختي، مرحبا بيك، ديري ابوني باش تبقاو تطلعوا لكاع الفيديوهات ديالي جداد. ما تنساونيش من جيم كومونتير زوين باش نتشجع ونصور اكثر. فريمون صيفطوا لي كاع الافكار ديال الفيديوهات، وانا نقول صافي غادي نبدا معكم فيديو، غادي ندير الروتين ديالي اللي كندير يوميا، داكشي اللي غنديرو في الدار هاد اليومين غادي نصورو ونحطو لكم. ايوا صافي، دونك دابا لقيتوني غادي نوض. عرفتوا شوفوا هنا باش نشوف هاد البلاصة هادي في حركة، ماما ندورك عرفتو، هذا هو اللي خاصني ندير معاكم نهار نجمع هادي كاملة. عرفتو راه مايمكنش، شحال ديال لي برودوي عندي، خصني النص ديال داكشي خصني نرميه. الوغ كيما قلت لكم ماما لقيتوني ديجا دابا داز نص ديال نهارنا، دونك ديجا فقنا فطرنا، درنا واحد طويجين ديال الحوت دغيا، تغدينا، صافي مشى عز الدين للخدمة، دونك بقيت أنايا هاد العشية. إيوا صافي لقيتوني مشهية المسمن بالشحمة، عرفتو فغيمون شحال وأنا مشهية. إيوا صافي عجنت قبيلة العجينة، يعني في وقيتها ديال الغداء عجنتها وخليتها ترتاح، راكم عارفين المسمن كيبغي العجينة تكون مرتاحة، دونك صافي عجنتها وخليتها ترتاح، جلست نطلع ضيماتي. إذ دابا غادي نوض نصوب الحشوة ديالها ونديكم معايا، دونك قبلوا علينا ودوزوا معنا النهار. الفلفله حتى هي هشيتها مزيان، من بعد انا الشحمه موالفه كنحكها. هاد المره الصراحه زربت عليها هكا في الهشوار وجاتني مزيان، احسن ما كنبقى نتمحن باش نحكها. ممكن من بعد درت الملح، الكمون، الابزار، شويه سكينجبير، التحميره، شويه ديال الهريسه، وشويه ديال الكزبر اليابس. يلا شفت مؤخرا انه كيديروه وكيعطي مذاق زوين، وهنا درت شويه ديال الثومه بودر. صافي وغادي نخلي هادشي مزيان هكا يتقلى. من بعد هنايا لقيتوني يلا جبت الزبيده هكا باش نقاد العجينه.
ونخليها تبرد شويه صافي شويه ماشي بزاف. وهنا هذه العجينه ديالي المهم راه مكورتها درت شويه الزبيده وزويتها وغطيتها بالسلوفان. ودابا اختي المهم انا تبرت لي شويه الحشوه ولا ما ترتاح لي شويه العجينه غادي نرتاح حتى انا شي شويه غادي ندير كويس القهوه مازال ما شربتوش هذا النهار صافي غندير كويس القهوه ونجلس نرتاح صراحه نتفرج فشي حلقه ديال المسلسل عاد نوض من بعد نعمل نطيب المسمن غادي نوض نوضه وحده من هاني تنطيب المسمن ونطيب العشاء. دونك العشاء كنفكر صراحه شنو غندير هاد الايام كلها عزدين شويه مشهي المرقه مع العلم انني يلا درت طاجين ديال الحوت والباك ما شنو درت ليه شي طاجين اخر ديال الدجاج وقال لك لا باغي المرقه ديال الكوكوت وانا والله ما قادر المرقه صافي بدا كيسخن الحال كنتش قادر المرقه كاع بتاتا ايوا صافي وما عرفتش ما عرفتش الصراحه شنو غادي ندير. من بعد عاوتاني قال لي نشهي النوكات قال لي مشهي النوكات وكنفكر انني ندير صراحه النوكات مع شي حاجه النوكات بالصوص ولا هذا شي حاجه كليها تجي خفيفه وحسن من داك المرقه وهذا عرفتو دابا باش كناكل شي حاجه سخونه كنحس راسي كنموت بالصهد. ايوا صافي اختي المهم غادي ندير واقيلا النوكات مع شي حاجه نقدر نديرهم مع لي بات ما عرفتش واش نديرهم بصوص طوماط اولا نديرهم بصوص بلونش كنت درتهم داك المره بصوص بلونش جوارين جبون جبون ستيم مي هاد المره ما عنديش لا كريم فريش وانا عاوتاني فايته صايبتهم كنت كنصاوبو غير ب المهم كل مره غنجربهم بالطريقه واحد المره درتهم جربتهم غير ب بالبشاميل ضفت البشاميل حتى هما جاو زوينين ولذادين مره اخرى درتهم ب بلا كريم فريش ولكن هاد المره ما عنديش لا كريم فريش وما بغيتش بغيت نجرب شي حاجه جديده كاين واحد النوع تيصايبوها بلا بشاميل وبلا لا كريم فريش المهم غنشاركها معكم غالبا هي اللي غندير العشاء وغنشاركها معكم. ايوا صافي اختي هادشي اللي كاين الكويس القهوه غناكل معاه هاد واحد الكيك بحال هكا ديال الشوكولا والقهوه كنت درت غزال حتى لاصوص اللي درت الفوق جات زوينه المره الجايه ان شاء الله نشاركو معكم. دونك ولي كان عندي في الثلاجه نتمنى عطيت العز ديال باش يدي معاه هكا الكاسكروت جمعت ليه شويه ديال الكاسير هكا وشويه ديال الكيك ودابا انا غادي نجلس ندير بيه الكاسكروت ونتسنى شويه العظامي باش نوض تاني نجهد. ايوا صافي هادي هي قهوتي نحيدو هاد القنش هنايا ايوا صافي هاهي قهوتي والكيك ديالي وغادي نمشي نتفرج فشي مسلسل. المهم هانتي اختي هنايا بديت كنسمن المهم هانتوما شي وحدات درتهم دوبلين يعني كبارات وشي وحدين هاكا كي كندير ليهم بطريقتي العادية كنخليهم غير هاكا صغيورين عادي كندير وحده ما كندوبلاش ولكن هادو شي وحدين كنديرهم دوبلين صافي. المهم اختكم راه خدامه ها نتوما العجينه عرفتوا ملي كترتاح كتولي دغيا كتلقيها وصافي ها هي المسمنه ديالي كطيب ماشي تكون فيه صافي ورديت دابا باش نسلق لي بات وها نتوما معايا الشامبينيون انا عندي هنايا المعلب نتوما تقدروا ديروا العادي الا عندكم المهم انا هذا هو اللي عندي دابا شويه وغادي نلوحو وهنايا كنقاد كاس ديال الحليب ومعلقه ديال الطحين وغادي نحركهم مزيان هما اللي غنديرهم بلاصه لا كريم فريش وهذا اختي هما المسمنات هما انا ما كنطيبهمش مزيان كنطيبهم غير نص طيبه حيت كنخليهم في
الفريكو وكنبغى ملي كنجبدهم من الفريكو كنطيبهم في المقيله يا البنات كيجيو بحال لا يلاه طايبين دونك ما طيبتهمش مزيان وجايين غزالين اختي دابا درت شويه ديال هذا الفيومي ودابا غادي نزيد داك الحليب مع الطحين ها نتوما كبيدات مهمه زدت الملح الملح ولي بزار وزدت داك الحليب مع هذا هنايا زدت دي مورسوم هادو ديال الموزاريلا ما حكيتهاش الصراحه حيت هادوب هادوب صافي درتها هي هكا دي مورسوم هاد الموزاريلا الصراحه غزاله يا البنات باقا عندي من رمضان كنت شريتها في رمضان وباقا عندي كنت شريت داك غاسترو واقيلا غاسترو ميكس ديالها بقيت عارفه ما بقيتش عارفه السميه بالضبط الصراحه نفعاتني صافي هي هنايا كتذوب شوفي لي شوفوا باش كتجي هكا من الكافور غزاله يا اختي وهنايا صافي درت زيتي سخون باش نقري نقلي لي نوكات صافي المهم دابا غنحط التليفون باش نخلط لي طاب المهم جمعتهم هنايا في البلاستيك ديال الفريكو صافي وغادي نسدها وغادي نسخنهم من الفريكو من بعد كنبقى نجبد هكا بوحده بوحده وكنسخنهم شوفوا لي يا اختي التعليق عاد راه دابا حيت برد شي شويه تما سخن قبيله صورتها صافي ويلا هي فجاء لازم نجي نقول لكم عيني وكنسخن هي هانتوما خليته حتى دق على خاطر قول دابا كيجي هكا زوينه حتى مزيان حتى فريمون زوينه ماشي ضروري زعما جاتني ماشي لا كريم فريش كتزيدها بنه ولكن حتى هكا الصراحه جات زوينه وراجلي ضروري اي حاجه كيزيد معاها كيتشوب ضروري ما كتبقى البنه ديال حتى شي حاجه بهذا الكيتشوب تاني زدتين باقي لعس انا الصراحه نمشي نوجد الفطور وما نوجد الفطور غدا لان ديجا دابا راه مشى الحال ما عرفتش شنو غادي ندير وديجا عيني في داك المسمن اللي وجدت البارح لانه ما دقتوش وما موالفاش ليا نوجد المسمن وما ندقوش ما دقتوش وحتى زدتين جا وبقات واقفه لي هنايا قال لك انا كنت مشاهي داك المسمن دونك دابا غادي نسخن منه يعني وندير البيض المهم غنحاول نخبق هكا هكا باش نزرب عليه ندير الفطور غدا وديجا صراحه مشى الحال خصنا نخرجوا نقضيو شي حاجه دونك باش نخرجوا واكلين مزيان وصافي نمشيو للكوزينه ماما ماما اختي دابا يلاه فطرنا المهم اختي قلتي ماما لا قلتي ماما اختي فطرنا وحليت لي برودوي اللي وصلوني ماما ديال فانسي المهم الصراحه انا ديجا فانسي كنت واخده من عندهم شحال من حاجه ديجا دابا الكونتورينغ اللي كنستعمل راه ديال فانسي وهايلايتر ستيك ديال فانسي المهم ها نتوما ها هما لي برودوي تسناو نوريكم ها نتوما اختي تسناو نجيب لكم كلش ها نتوما عندنا هنايا عندي هنايا باليت عندي هنايا نعم جوج ديال لي بلاش عندي جوج ديال لي باودر هادو دي ليبستيك هكاكا وهذه الماسكارا وهذا الكرايون وهادو الفون دو تان
غنصور بهم ان شاء الله عندي لكم شي فيديو زوين المكياج، ولكن نتوما ديجا هنا صورتو لكم اللي كنت درت في داك الفيديو ديال دردشات البنات، هذاك المكياج عجبهم بزاف في تيك توك في الانستغرام، دونك خصني نصور ليه تيتوريال حيت انا صورتو غير هنايا في اليوتيوب. ايوا صافي ماما هادشي اللي كاين. فطرنا عرفتو فريمون كاين واحد الصهد، خرجنا شويه تمشينا وعرقنا ونوضوا لبس حويجاتنا غنخرجوا، سينو بقيت من دابا كنت كنفطر وحاطه حدايا الحساب ديالي كتحطها فوق الطابله، دونك كنحطها حدايا باش ما ننساهاش. هذه راه القريعه الثالثه ديالي، راه ديجا شوفوا راني داخله فيها، دونك هذه القريعه الثالثه. المهم راه باينه فيا النتيجه، ما نحتاجش نهضر بزاف، الحمد لله الشهيه راه الشهيه مفتوحه الحمد لله. تبارك الله ماشي بغا تاكليني قالك عاد تاكليني. المهم بغيت نقول واحد الحاجه هنايا، لانه ديجا سولتني واحد البنت في الانستغرام قالت لي راه جا انا راه باغا نزيد في البوا وراه خديت اللحسه وكيجيني الجوع، ولكن راه كنعجز نطيب وكنعجز ناكل، كنعجز نوض نطيب باش ناكل، وراه ما يمكنش جوج باغين تزيدوا في البوا وما باغيش تاكلوا، راه ما يمكنش. يعني ها هي اللحسه دارت الخدمه ديالها انها فتحات لك الشهيه، ايوا راه ما يمكنش غتنفخك تنفخك زعما غير هكاك، راه خاص تاكلي هذاك الشيء اللي كتاكلي هو اللي كيعاونك. دونك كي قلت لكم انا ملي كناكلوها مورا الماكله، راه كناكلوها مورا الماكله باش كتضعف لنا داك الشيء اللي كلينا، يعني داك الماكله اللي كلينا كتولي بحال واكلها في جوج د المرات، وفي نفس الوقت كتفتح لك الشهيه من بعد، يعني راه ضروري خاصك تاكلي. ما يمكنش البنات اللي كيبغيو غير زعما هكاك الغلاظ كنعجز اولا هذا، راه ما يمكنش. دونك خاصك حاجه اللي غتنفخك، ماشي خاصك شي حاجه اللي غادي تعمرك على الصح وتحل لك الشهيه وتاكلي وتستافدي من داكشي اللي كتاكليه. وهذا ايوا صافي هادشي اللي كاين. ماما غادي شويه نوضوا نلبسوا حوايجنا ونمشيو نقضيو اغراضنا. المهم هانتي اختي لبست دغيا، غنوريك دغيا حيت اش الدين واقفه ليا. المهم مرايا كتب المسخه. المهم لبست هذه اللبسه ديال شي ان كولون ومع هذا انا جايه كولور مع هاد التيشيرت، ودرت مكياج خفيف وزيت نظري مو بشعري، شعري تنضروج ونطلقو. المهم حنا مشينا البنات، انا مشينا المرجان بعد كنا مشينا حتى الكارفور. انا كنوريكم الصنيطلات هكا دايرين فيهم دي بروموسيون في مرجان، هذا اللي 39 درهم ديال الرجال وديال العيالات، وكاين حتى ديال الدراري الصغار، الصراحه زوينين هكا كلاكيطات. من بعد حنا مشينا الكارفور، مرجان كان مازال ما حطوش الحواله، مشينا الكارفور. دونك تبارك الله عندهم داكشي زوين، ولكن لي بري فريمون طالعين طالعين بزاف، يعني بقينا واقفين كنشوفوا زعما هذا كتلقى فعلا، يعني بحال اللي خدينا العام اللي فات اولا بحال اللي خداو العائله اولا هذا زايد شي 1000 درهم اولا 1500 درهم على العام اللي فات. دونك فريمون غاليين. هانتوما حنايا بعدا لي بري بالنسبه للبنات اللي باغين يعرفوا لي بري، دايرين 63 للسردي، 67 للبرقي، والمعيز 65، ونفس الثمن وقيله في مرجان اولا مرجان زايد في البرقي هي وقيله شي درهم اولا هذا. صافي كنا واقفين حنا اليوم كيعبروا كيعبروا هكا وكنشوفوا التشمينة. هذا داير 80 ألف 80 درهم، ولكن الصراحة بزاف بزاف، هو زوين ولكن بزاف. وهاد الصغير هذا داير شي 51 فريمون، زعما الأثمنة هذا الأخر راني قلت لكم زوين، ولكن 80 بزاف. يعني راكم عارفين هاد البرقيين ما تيكونوش غاليين بزاف، ولكن شنقول لكم بحال هذا نيت زوين تبارك الله ما شاء الله زوين، هاز يعني في البوا هو سردي، ولكن كنا خدينا العام اللي فات كبر منه من كارفور نيت بشي تقام بشي كدا 60 حتى 70، هنايا هذاك مقيوم بكدا 90 ألف ريال. شوفوا البنات هادو هما الوريضات اللي يلاه وصلوني، درتهم في هاد اللعيبه بحال هكا وعمرنا هاد تحت بهاد بهاد اللعيبه كان عندنا ما عرفتش شنو سميتو، قولوا لي واش جات هكا زوينه ولا نحيدو مره ونخليهم هما بوحدهم، ما عرفتش جاني هكا عمر وما نعرف، قولوا لي شنو بان لكم نخلي هاد اللعيبه اللي هنايا تحت ولا نحيدو.
المهم اختي دخلنا قضينا اغراضنا طرنا شويه جينا دخلنا مشيت نيشان عند الكوزينه كانوا باقيين عندي تما شي مايان ديال الفطور كلهم كانوا باقيين تمايا خليت الكوزينه مرونه حتى الماء ديال الفطور كجمعتهم وحطيتهم تما ايوا اختي دخلت نيشان اش غندير العشاء غادي نديروا المرقه عاوتاني راه زدتي قلت لكم واحلى ليه باغي والو غير تمشي هي المرقه داك المريقه خاطره فحال هكا وهذا وانا قلت لكم والله الا الصهد ما قدش عليا قلت لكم البارح ولكن اش غادي ندير صافي درت عليه باش نتهنى منه باش لهم يعاود يقول لي ديري لي المرقه صافي درت المريقه هكا بالدجاج وبطاطا ايوا صافي دابا جلست بغيت نوريكم هادشي اللي وصلني من عند فانسي الصراحه ديجا كنت باغا نمشي ناخذ الميك اب شحال حاجه ناقصاني ولكن من الخير دونك هانتوما هنايا عندي كي قلت لكم جوج جوج من الحاجه هادو دي فون دو طون ديال فانسي المهم انا كلشي غادي نجربو وغادي نقول لكم هذا غامق شويه عليا وهذا فاتح شويه دونك خصني ميلونجيهم ما عنديش المشكل شتوه هذا شويه فاتح والاخر شويه غامق دونك غنميلونجيهم دونك هنا عندنا لي فون دو طون عندنا من بعد هنايا جوج ديال لي بلاش جوج ديال لي فاراجو اولا بلاش بلونغلي فاراجو بالفرنسي بالعربيه شنو نقولوا ليه احمر خدود شوفوا لي هذه لا كولور بريفير ديالي في لي بلاش خوخي بيشي خوخيه كيكون زوين كيجي حسن داك الفراجو غوز ولا هذا ما كنهضرش اني كنبغيو نديرو داك لو تان ديال حنا راه شادنا الزنيقه وهذا ديك خاص ضروري الغوز ولكن فحال هكا فشي ميك اب زوين وهذا هاد الخوخي كيجي واعر كيجي حسن من داك الغوز الغوز الوغ هذا واحد خوخي والاخر غوز صراحه ديجا كنت باغا نمشي ناخذ المكياج شحال حاجه ناقصاني شو هذا غوزي مزوينش بزاف هذا الاخر لا كولور الاخر حسيت قلت لكم ديجا كانت ناقصاني شحال حاجه في المكياج ماشي ناقصاني الصراحه كنبغي نزيد وصافي ايوا صافي كنت باغا نمشي ناخذ ساعه اوغوزمون ما خديت حتى شي حاجه دونك عرفت غيوصلوني هادو ديال الخدمه دونك هنا عاوتاني عندي جوج ديال لي بودغ تاوما ديال فانسي شوفوا الصراحه كي قلت لكم المكياج ديال فانسي ديجا معروف يعني انه زوين الصراحه يعني انا كي قلت لكم قبل كنت كندير منه شحال من حاجه دونك هادو بودر هما بجوجهم هادو ما كاينش اختلاف في اللون بزاف دونك ولا ما نحلهم لكم بجوج عاد بغيت ناخذ واحد البونجات ديال بونجات ديال كيكونوا كحلين عرفتهم كيجيو هكا متلتين هذوك واعرين باغي ناخذهم دونك هذا قلم كحل مازال ما حليتوش حتى هو ديال فانسي ماسكارا حتى مازال ما حليتهاش وهادو ديال ليبستيك هكاكرات هذا في هذا اللون شوفوا لي اللون تسناو نتيستي لكم اللون شوف بحال غلوس و بحال هانتو شوفوا الريحه شحال زوينه شفتوه راه غير بحال غلوس وهو فيه شويه ديال اللون ماشي غوزي زوين ماشي غوزي زوين ماشي غوزي نيت من بعد عندنا واحد اخر هذا حتى هو غلوس الوغ هادو كلهم دا غلوس ماشي مات هذا شوفوا وكاين هذا اللون حتى هو هذا ماشي لون هذا ليب بلامبر ديال هذا اللي كينفخ الفم المهم هذا خصني نجربو معكم وبقات اخر حاجه هي الباليت الباليت فيها دي كولور زوينين دي كولور عاديين ودي كولور كي زعما شي وحدين نيود عاديين وشي وحدين فيهم الجليتر دونك هادو شويه هنايا فيهم شويه الجليتر ومعهم هاد لابوس ديالهم البنات خاصكم واحد الحجم حتى داك الجلوس اللي درت كينفخ شفيف كنحس بهم انا كناكل الحلوه بحال هوز وقلت راها كناكل الحلوه بحال هذاك اللي عطيتيني وكنحس انه فمي بدا كيوزوز عليا وتنقول راه 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 يمكن من الحلوه ساعات قريت راه كلهم مكتوبه فيهم هاد ليب بلامبر كلهم مكتوبه فيهم بلا راه كينفخوا دابا فمي كيوزوز عليا ماما اختي تنشوفوا كي غيدير ماما اختي دابا غادي نوض نجمع هادشي المشتريات ديالي ونمشي نحط لزوجي قرص عيني العشاء لان راه واقف عليا على ود العشاء
تناكل تكمل يلا صافي اختي ماما نرد هادشي هنايا بيدات الوغ صافي مورا دابا ما تاش هنا ارتحت شويه درت واحد الكويس القهوه تشوفوا عيني بداو كينعسوا صافي كتوصل واحد الوقيته كان تنعيا صافي دابا خصني نتكا هكا ونطلق شي حاجه قدامي راه ما نعسش دابا ولكن نطلق شي حاجه قداميكم بقا نتفرج صافي درت كويس القهوه وجلست ايوا اختي غادي نسالي معكم هذا الفيديو هنايا ما بقيتش نزيد نطول لكمش ما يجيش طويل دونك هكا دوزنا هذا النهار ديالنا بحال هكا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو كنتمنى لكم تكونوا استفدتوا شي حاجه معنا في هذا الفيديو سينو كي كنقول لكم ديما خليو لي افكار الفيديوهات لتحت في لي كومونتير راه والله الا اختكم سالاو لي الافكار دونك خليو لي افكار لتحت في لي كومونتير وغادي نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم.